هنروح لفريق كرة السلة للسيدات والفوز على نادي الغابة. فريق السلة في منطقة القاهرة بيفوز في تاني لقاء ليه النهاردة بنتيجة 86-30. دي كانت تاني جولة ليه، أول جولة اتلعبت امبارح. كسبنا النادي الناصر 69-6، والماتش كان بيتلعب على صالة نادي الزهور امبارح، وده كان تاني لقاء لي النهاردة مع نادي الغابة بنتيجة 86-30. منطقة القاهرة احنا السنة اللي فاتت ما شاء الله يعني كسبناها، وكسبنا بطولات السنة اللي فاتت. نتمنى ان نكمل السنة دي، والبطولة كاس مصر اللي خسرناها السنة اللي فاتت تحت قيادة الكابتن علي هاشم تكون موجودة جوه النادي بإذن الله. ولو كان في بطولات عربية او افريقية نتمنى التوفيق ليهم. النادي الاهلي هو حامل لقب هذه البطولة. قرعة كرة السلة او قرعة كاس مصر كرة السلة 12 اكتوبر. اتحاد السلة بقيادة دكتور مجدي أبو فريخة حدد يوم 12 أكتوبر قرعة لكرة السلة. القرعة الساعة 12 للرجال، والساعة واحدة بعديها بساعة على طول قرعة السيدات. كل نادي بيدفع 5000 جنيه عشان يخش يشتغل أو يخش يلعب في هذه البطولة، وأعتقد دي تكاليف حكام أو تكاليف الصلاة اللي هي بتتلعب عليها. نتمنى التوفيق لفريقنا بإذن الله رجال وسيدات في كرة السلة.